وين بيشوف حاله سلطان بعد سنتين، إن كان بحياته الشخصية أو حياته العملية؟ الشخصية إن شاء الله يعني ألاقي إنسانة مناسبة ترجع إن شاء الله بقى. أتمنى يعني هذا الشيء، وما أغلط من مشكلة السابقة. تتعلم من أغلاطك لما تغلط إنه ما ترجع تعيدها مرة تانية؟ إن شاء الله يعني أتمنى إنه أنا ما أغلط تاني. يعني مو عيب إنك تغلطي، بس عيب إنك تكرر الغلط. صحيح. أي. وبحياتك العملية وين بتشوف حالك بعد سنتين؟ بعد سنتين؟ ولا بعد خمسة؟ شو بدك؟ سنتين ولا خمسة؟ يعني بعد خمسة أشوف نفسي وزير إن شاء الله. يعني عندك طموحات سياسية؟ مش سياسي، إحنا عندنا يعني الوزارة سياسية، ملف وزارة الابتكار. حلو. فهذه يعني هذه أمنية وطموح. شو راح تضيف أنت برأيك اليوم من رجل أعمال لوزير بهذا المجال؟ إحنا الآن مع رؤية 2030، مع رؤية الأمير محمد بن سلمان، صار كل واحد عنده شغف. حتى لو كان وزير تحسيه شخص بيشتغل بكامل قوته، كأنه فعلا يعني هو يملك هذه الوزارة كأنها حقته، بيشتغل فيها قلبا وقالبا. فبالتالي أنا أشوف أنه كلمة الشغف وهي أهم كلمة عند الأمير محمد بن سلمان، أنه الشخص اللي أبغاه في هذا المكان يكون عنده شغف. يعني نزلت مقال أنا في المجلة كانت عن الشغف كاملا وعن الأمير محمد بن سلمان. فأتمنى أنه يكون في وزارة للابتكار، وأتمنى أنه أكون جزء حتى لو صغير منها، لكن طموحي أن أكون وزير. شو اللي بأكد لك أنك رح توصل لك هالأحلام بعدين بالمستقبل؟ هو ما في شيء أكيد طبعا، بس أنا يعني مؤمن بطاقة الجذب. وفي كتاب اسمه السر، يعني أتمنى أنك تقرأيه، وأتمنى كل شخص قريته يعني للكتاب كتير حلو يشوفني يقرأ الكتاب، لأنه كتاب فيه نقاط جدا مهمة ومحورية في حياة الشخص، ومن أهمها طاقة الجذب. فطاقة الجذب ممكن تكون سلبية ممكن تكون إيجابية، وهذا الشيء بيرجع بتشده لعندك طبعا. فأنا دائما يعني في مرة عملت حادث بدباب، لأنه أول ما ركبت الدباب قلت أنا اليوم شكلي حطيح كده، جاني شعور فجبت الطاقة السلبية لعندك، كل ما أمشي يعني شوية يجيني إلهام إنه أنا أطيح اليوم كده، حطيح ولا كده، وطحت وكنت حموت يعني فعلا، وعندي عمليات هنا في. فهذه فعلا طاقة الجذب، لأنه أنا جبتها لي، والرسول قال تفاءلوا بالخير تجدوا. صحيح. إذا أنا عندي حلم أني أعمل مقابلة مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، إذا كل يوم أنا قلت معقول تصير شي نهار؟ شوف يعني أنا راح أتكل عليك. شوف الأمير محمد يعني أنا يعني قديش مبسوط إنه أنا عايش في سني شبابي وقائدي ملهم زي الأمير محمد سلمان. اليوم لما يكون موجود قائد عظيم مثل ولي العهد السعودية محمد بن سلمان عم يعطي هالفرص وعم يضوي على مهارات الشباب، قدي اليوم هذا الشيء بيساعد انه الجيل الجديد بالسعودية يكون عنده أحلام كبيرة ويصل لها؟ طبعا أول حاجة انه احنا كلنا كسعوديين فرد فخورين جدا بانه قائدنا الأمير محمد بن سلمان، والتطور اللي في السعودية الآن هذه كلها ما هي يعني انتوا بتشوفوا الإنجازات هذه كلها، نواياها كلها كانت يعني مطبخ كبير هي وفريق عمل مدة كمان كان إنجاز جدا عظيم. يعني هذا أساسه الشغف، والأمير محمد بن سلمان يعني حط كل شخص في مكانه السليم، وكل شخص حطه تحته شخص عنده إرادة وعنده طموح وعنده شغف. وإحنا كلنا إحنا لازم تعرف إحنا 70% من الشعب السعودي شباب، فهذا شيء يساعد، وهذا شيء أكيد بأثر بكرة كمان على الطموحات والأحلام للجيل الجديد إنه طبعًا ينطلق بطريقة طبعًا صحيحة وسليمة. طبعًا طبعًا. وكلنا صراحة يعني مبسوطين إنه إحنا بنعيش هذه الفترة، يعني أشوفها فترة تعتبر طفرة في العالم كله، يعني أثبت للعالم كله إنه التغيير صعب بس مهم.